عملت اللحمه في البيت باقل التكاليف، وكل اللي ياكلها عندي يقول لي ايه يا قروبة عملت اللحمه ازاي في البيت. تعال اقول لكم عملتها ازاي. اول حاجه هنجيب كيلو من الدقيق وهنجيب ميه وعليها لون طعام. هنضيف مرق الدجاج لحمه عشان الاكل يبقى على التمام ومفيش مشاكل. حطيت عليها ملح وحطيت عليها بابريكا والسبع بهارات وفلفل اسود ونقطتين من الزيت وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. شايفين يا جماعه الشكل عامل ازاي؟ بجد شكلها مغري وطعمها حلو جدا، جربوها. الست المحترمه رشا عزت كانت يعني بتحاول تعمل حاجه مختلفه، لكن الغريب ان وسائل اعلام النظام شافتها فكره عبقريه تقدمها للناس عشان ما حدش يقول لهم اللحمه ب 300 جنيه، اللحمه ايه ما تكملش 30 جنيه. فيها المضغه ولا ما فيهاش المضغه؟ هي فيها العرق. المضغه بتاعت اللحمه والشوربه قريبه من شوربه اللحمه. لا هي الشوربه شبه شوربه اللحمه مش قريبه. أيوة. انا حاسه ان انا بشرب شوربه. ايوه هي زي شوربه اللحمه. دماغ شغاله مش بتنام، وبغض النظر عن ان محلات الحواوشي والبرجر الفتره اللي جايه هتستغل براءه الاختراع والمصريين هياكلوا حاجه شبه اللحمه، الا ان الموضوع عمل لغط وسخط كبير جدا. الصحف المصريه كمان ما استنتش، يلا نكتب وندون عن اللحمه اللي اصلها دقيق ونحاول نقدم للناس بديل، المهم محدش يحس انه فقير ويعمل ثوره. ولو عايز تعمل سمك او فراخ اجتهد بقى وورينا ابداعاتك يا سيدي. انت لو عايز تقول لعيالك ان دي لحم غزال قول لهم، هو يعني حد هيدور وراك؟ فكرة الميتافيرس والحج اونلاين تقريبا سيطرت على الناس في مصر. عايز لحمة تخيلها، عايز مانجا تزوقها، عايز تصيف في المالديف نام في البانيو، المهم ما تحسش ان اقتصاد البلد بعافية. امال اللي اخترع المرأة اخترعها ليه؟ مش عشان تحس ان في لحمة في الموضوع؟ المعهد القومي للأغذية بصراحة كان اكثر ابداعية، لانه ما اخترعش حاجه جديده. هو قالك ان رجول الفراخ فيها جيلاتين، والجيلاتين حلو مع البروتين، ولو اكلت رجول فراخ اكتر فرصتك في انه ما يجيلكش جلطه اقل. للاسف الشديد انتشر في مصر فلسفه البدائل التي لا تجدي نفعا، في محاوله منهم لاسترضاء الناس اللي الغضب مليهم والمعاناه عنوان حياتهم. افكار ومبادرات ونصايح عشان ما تحسش ان كل شيء مش على ما يرام. ومن هنا نحب نتحدى كل وسائل الإعلام في مصر وعلى رأسهم الأستاذ عمرو أديب، هل حضرتك تقدر تجيب الشيف رشا عزة وتعمل لك لحمة بالدقيق وتاكلها وتقول الله على الجمال ده؟ إيه العظمة دي؟ أشوفكم في حلقة جديدة مليانة صحة وسعادة وهنا. باي باي.